اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن وعلم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان. والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اب میں نہایت ادب احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب محفل خطیب انقلاب عالی جناب عباد ارشاد صاحب کے تشریف لائیں اور محفل فضائل کو بیان فرمائیں باواز بلند نعرہ صلوات۔